لأن التجارب والشخصيات الناجحة في أستاذة أحلام جلال إحنا استضفناها منذ عامين، كانت ألقت كلمة، هي كانت أنا ذاك وكيلة مدرسة أمرون المقفوفين في الإسماعيلية، هي بعد 36 عام من العمل في التعليم خرجت المعاش. إحنا في يوم 12 ديسمبر الماضي استضفناها وقالت كلمة، وإحنا أبرزنا هذا النجاح الإعلامي اللي هي معها 10 كافيهات بيعملوا منتجات. أنا دعيتها المرة اللي فاتت جابت منتجات، والمرة دي جابت منتجات أدعوكم اللي يعجب حاجة هي يشتريها يعني. بس إحنا الحمد لله بعد ما افتحنا عنها وأظهرناها بشكل إعلامي كبير جدا، أنا عاوزها بقى تطلعوا الأستاذ أحلام على منصة الفضل. أولا حيوا معي الأستاذ أحلام جلال. الإنسانية اللي الشبكة يعني احنا تبعنا نماذج إنسانية كثيرة جدا في عديد الدول. الحمد لله بعد احنا ما وصلناها بشكل إعلامي هي هتقول لكم ايه اللي حصل بعد المرة الماضية، وشوف المنتجات بتاعتها جميلة جدا في الاستراحة للعشاء، أرجو اللي يعجبها حاجة يشتريها. هي مشغلة، هي فليس لها حاجة مش محتاجة للمال، ولكن رغم ذلك ما ريحتش يعني كمان تريح دماغها، ما تقعدون انا كفيفه اقعد في البيت. فيا ريت نسمع جزء من تجربتها وريت تقولي لنا ايه اللي حصل بعد ما عملت كده. يا ريت استاذه رنا خليكي جنبها، اتفضلي يا استاذه احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا فوجئت ان الشبكه بتستضيفني من برامج ميداليه ذهبيه وحاجات كده عاليه قوي. ده انا واجب. الله يخليك يا بابا. أنا كل هدفي خدمة المكتب، مش هقول الإعاقات كلها، أنا نفسي أخدم الإعاقات كلها، بس طبعاً بالأخص إعاقتي اللي أنا تبعها، وكان هدفي كله خدمة المكتب وتوعية الناس. أنا جاية قدامكم اللي ماسكة شغل وبشتغل فيه، وده أنا عايزة أظهره السبب، لأن مرة في برنامج كان جاي معايا في راجل الميكروفون يا أستاذ أحمد، كان في برنامج جاي معايا في التلفزيون، فواحد بيقول لي ضمي قالت بحد بيعمل لهم الشغل ده هم بايه بيظهروا بيه يعني. لا انا عايز اقول لها الايدين بتعمل كل حاجه، وفي كتير قوي انها بتطفي كل حاجه يعني. عاوزه تعزف تعزف هتنفذ حاجه. تعالي قدامنا هنا، حد يجيبها قدامنا هنا اتفضلي. ده تليكور بس ما شاء الله عليك، ده غير الخرز والنول والخيرزان. اقول لكم على حاجه اخيره، اختي لا اغزلي بس شويه كده. اختي انا بشتغل وانا بتكلم. اختي كانت بتصور لما سمعنا مصورين الارض، لقيت اختي بقول لها انا هعمل قطع المره الجايه، لقيتها سلخ الفرش او كده. ايدي كانت تتبهدل، ده الحاجه الوحيده اللي بتخدمني يعني. قلت لها لا. فالمهم اتفهمت مع ناس بيعلموا اركت، قالوا لي احنا انت ممكن تشتغلي في الاول اركت يدوي. قلت لهم انا عندي ولاد مكفوفين بيشتغلوا بالشنيور، وطبعا ممكن ما تصدقوش الكلام ده لكن ده واقع، بيشتغلوا بالشنيور، بيعرفوا يصرفوا حالهم ويمشوا امورهم كلها عشان عايز يعيش دور عادي اب لاولاده طبيعي، مش عايز يحسسهم انه ناقص حاجه يعني. فالمهم ان شاء الله الاركت انا عملت حبه حاجات خفيفه كده، بس عشان الشيخ ما عرفش اجيبها معايا وانا جايه. انا جاي من الاسماعيليه. انا جاي من الاسماعيليه، وهتصل في الدكتور معتز دلوقتي واقول عملي واخليكم تشهدوا عليه عشان ضغط النهارده. عايزه اقول ايه، مفيش انسان في الدنيا ما بيقدرش ما يعملش. لازم ربنا بيخلق كل واحد. انا زي ما انت نصيبك العشره على عشره، انا نصيب العشره على عشره. انا عندي صفر في البصر ماشي، لكن هتلاقيني عندي عشره مش عندي. كلنا زي ما الحقيقه المره اللي فاتت لما اتكرمت والشبكه كذبت عني، لقيت جت لي دعوه يعني للاسف ان انا اتكرمت بالاسماعيليه تبع الشبكه مش تبع الاسماعيليه يعني. لقيت بيتصلوا بيا بيقولوا لي انت كنت في شبكه اعلام المراه، قلت لهم اه، قالوا لي طب وزير الكوره اللي عندنا جاي وعايزينك تيجي المعرض يعني. فاخدت بقى المنتجات ورحت، فالوزير جه وقف بيسال، فبقول له انا بعمل كذا وبعلم مش المكفوفين وبس، الجيران اللي هم ظروفهم صعبه حتى
يعني قلت له دلوقتي ان في ناس محتاجه للجنين فيها ايه لما نشتغل ونعلم بعض ونبيع ونشتري وناكل بعض، وخاصه لما قعدت اذاكر لولد كتاب التاريخ ومصر الحضاره ومصر اللي علمت وجعلتني قوي، واول مره يمس قلبي الكلام عن مصر بالشكل اللي مثلها المره اللي فاتت، وان من خلال الاشغال اليدويه مصر نقلت حضارات. طب احنا فين من الكلام ده كله دلوقتي؟ المفروض احنا الاشغال اليدويه، انا قاعده في البيت مش هاجر مكان. يعني انا بقول اللي هو فؤاد سعد الدين، انا عندي ما بعرف اشتغل فوقالي، جاب لي مكنه وهيجيب لي الثانيه قريب. ففوجئت بتوع الاسماعيليه بيقولوا لي تعالي الوزير، فروحت فجئ الوزير بيقول لي عمل ايه الوزير يا شيخ؟ بيقول لي يا لئيم. بيقول لي انت بتعملي ايه؟ فقلت له انا بعمل الجيران وعامله ده جبال العميان والمبصرين عشان ولادي المطوفين الناس تعرف انهم بيقدروا يعملوا كذا، فانا بعلمهم شغل التليفون شغل الخرز وبديهم يسوقوا، ايه اللي بيسوق بيعمل كذا، ايه اللي يعني شرحت له الفكره كلها، لقيته بيقول لي ايه ده؟ ده فكر مش حكايه اللي بتشغل بس، اسمحي لي اقبل راسي. يعني انا فوجئت ان الوزير مستغرب ان في حد في الظروف دي وبيعمل حاجه زي كده، مش هكدب عليكم طبعا سعدت جدا، ان شيء طبيعي ان احنا لازم نسعى في كل عمل بنعمله وخاصه لما نكون عايزين نعمله لربنا. زي ما انا سعيده قوي بالكلام اللي سمعته عن الاطفال الاخت ساميه الدكتوره ناديه وهي بتقول لهم الانشاد بتاعهم ونوعت، وان شاء الله عايزه الاقيكي بقى عامله كمان ديوان عن العميان الاطفال العميان كده قصيده تحدي. قصيده تحدى يعني هي لا مش كمان تحدي وبس، انا عايزه نبين القدرات بقى. يعني احنا غالبا بنشوفه امريكا يا استاذه احلام، غالبا امريكا ماشي، ما انا هقول لهم بس انا برضه لازم اطالب لوالدي، لازم اعرف الناس الشبكه عملت ايه. في ان شاء الله اخذت تاشيره لامريكا برضه زي ما في ناس ساعدني كتير قوي مصريين هناك في امريكا وهيساعدوني في اني اروح بعون الله اعلم او اوريهم يعني احنا بنشتغل ازاي كمكفوفين وازور مدارس المكفوفين، وان شاء الله يعني ناوي المدارس والجمعيات الاهليه. لازم احنا مصر نتنقل في كل حته كما هي العاده، ومعلش انا بقول الكلام ده حقيقه وكلنا نعرفه، ان طول عمر مصر بتعلم ومصر وطن الأمة كلها، الأمة العربية كلها، من أيام الفراعنة ومصر وطن، ومن الأيام الإسلام ومصر وطن. مصر عظيمة، مصر أم جميلة، مصر نيلها الجميل اللي سقى كل رملة وكل حد في مصر يشهد إنك بلد جميلة، وربنا سبحانه وتعالى والرسول سبحانه عليه الصلاة والسلام كله شهد لمصر بإنها بجندها خير أجناد الأرض. يا جماعه الاجناد هنا مش المقصود بيهم بس الجيش والشرطه، كل واحد فينا ممكن يبقى خير اجناد الارض لو عايز يساعد مصر لازم تقع على مستوى. انا عمياء الاسماعيليه هوقف من خلال على قد ما اقدر لغايه ما اموت ان انا اقدر اساعد كل اعمى وكل مبصر على قد ما اقدر ان نوقف مصر على رجليها من اول وجديد. وأظن عيد لما عمياء الإسماعيلية تقول كده هم مفتحين ما يقولوش أمين ويساعدوا. شكرا جدا استاذه احلام جلال، الف شكر. سبق تكريمها عده مرات من الشبكه، انا سعيده جدا ومتفائل بيها. الجاليه المصريه في امريكا بعض القيادات قالوا هذه القصه عبر وسائل الاعلام وحصلوا على تاشيره معايا لحظه بحث خارج تاشيره الدخول، وهتروح هناك تزور مش جهه امريكيه، قيادات الجاليه المصريه في امريكا تاثروا باقتصادها وكفاحها ونضالها. هي قضت 36 عاما في تعليم الكفيفات كل شيء. هي سيدة عظيمة جدا، أحد النماذج الكثيرة التي تتبناها الشبكة، لكن هناك نماذج لا نستطيع نظرها إلا بموافقتها حقيقة من الشخصيات اللي وافقت على الإظهار. تحية كبيرة لك يا أستاذ أحمد. بعد اذنك يا استاذ الحمدان، احلام معاها شهاده من الجامعه الامريكيه، معاها شهاده من المعهد البريطاني، استاذه مريم اخت الاستاذ، معاها واخده شهاده ايه من الجامعه الالمانيه؟ دكتوراه فخريه. دكتوراه فخريه في الجامعه طبعا بس معلش، مجموعه شهادات قد كده ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم حاجه، معلش انا
شمسيتها وريها لكم. دي مزورة انا عاملاها للمكتب. تعالي وريها لنا معايا. اتفضلي اتفضلي. حد يطلعها يا رب؟ اتفضلي يا استاذ حسن. معلش انا اسفه يعني بس ايه دي مازوره خياط انتوا بتقيسوا عادي؟ احنا طبعا مش هينفع نقيس. رحت عامله الخرز الصغير ده جبت معايا حد مبصر وقعدت جنبي وقعدت الاول عملت الارقام كلها بالبرايه فالارقام هتبقى كبيره على فعملت خرزتين مثلا يعني انا هنا واحد الحديده واحد ودي اثنين وادي ثلاثه أربعة وخمسة عاملة خرزة خرزة يبقى أعرف إن دي أربعة وخمسة رقم ستة كاتباه بالبراية سبعة وثمانية وهكذا يعني مثلا لما هاجي هنا عشان برضو دي مثلا إيه 45 لو أنا إيدي جت هنا يبقى جت على 43 لأن قبلها في إيه 42 ولو جت هنا على 44 فدي مزورة عشان أنا بحب الحياكة والخياطة وبالخيط السيدات والسادة حيوا معي الإعلامية الشابة روان صبري شاهين من مصر السيدة وأسكر أفضل إعلامية شابة عام 2019 والآن كلمة من الإعلامية الشابة روان صبري شاهين صبري شاهين ليها رسالة ذاتية سنها صغير مسؤولة ومستشارة إعلامية في العديد من الجهات خاصة اللي اهتمت بالمحتوى هي بتكلمكم عن الصعب أكتر. أولا أنا اسمي روان صبري عندي 23 سنة بمثل مسرح بقالي حوالي 7 سنين خدت جوايز كتير آخرهم كان العرض بتاعنا في مركز مسابقة إبداع مركز الشباب خدنا تاني جمهورية يعني خدنا مركز تاني على مستوى الجمهورية أنا واخدة مركز تمثيل تالت على مستوى الجامعة قبل كده مركز أول تمثيل على مستوى الجامعة برضه قبل كده قبل ما أتخرج وشغلنا كتير فرق خاصة بره الجامعة وفرق قومية وكده ده على مستوى التمثيل والمسرح موهبتي اللي انا بحبها طول عمري يعني وعلى المستوى المهني انا حبيت ان انا كنت اكون نفسي من وانا صغيره وبعيدا بقى عن الشغل وما ادور على الشغل وان يبقى في مفيش بقى شغل وما هقعد اتخرج واقعد لا ما حبيتش كده فحبيت ان انا اعمل تقريبا نفسي وانا صغيره كلميني عن الاماكن اللي انت مسؤوله اعلاميه فيها لان انت ضفت من جانب شغل ايه الاماكن اللي انت مستشاره اعلاميه فيها ولا انا مشتركه عندنا في الجمعيه الاعلاميه عندنا في شرم الشيخ تمام زي ما قلت لكم في موضوع المهني بتاعي انا بحب الميك اب جدا اخدت كورسات كتير يعني بعمل ميك اب تجميلي وزودت ده في المجال الموهبه اللي انا بحبها فدخلت الميك اب في المسرح يعني بقيت بعمل ميك اب مسرح كمان وفزت اخدت اول ميك اب جامعه مستوى جامعه كفر الشيخ كده السنه فاتت الحمد لله يعني ولسه ما زلت يعني ببني نفسي من وانا صغيره بمواهبي يعني ما بحاولش ان انا ادور على شغل والكلام ده خالص بكون نفسي من صغري على المواهب اللي انا بحبها هي دي اللي هتكبرني يعني هي ان انا ببني نفسي من صغري عليها بتاعتي سادة الحضور الكرام لمصر والدول العربية إنه لمن دواعي سروري اليوم أن أكون بينكم وأكرم من خلال شبكة إعلام المرأة العربية بقيادة المستشار الإعلامي معتز صلاح الدين أقدم له خالص الشكر والتقدير على كل الجهود المبذولة من أجل نشر المعرفة من خلال المبادرات وتبادل الثقافات بين الدول العربية على أرض مصر الحبيبة وكل الشكر وقامات الشوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي مسؤولة عالمية في العديد من مؤسسات المجتمع المدني. أشكرك جدا. تفضل الدكتورة فين؟ والآن نكون معالي اللواء فرحان حرب محسن حلمي تسليمها الأوسكار. نعم.
تسليم الأستاذة روان صبري شاهين من مصر فائزة بأوسكار أفضل إعلامية شابة. الجمال في نفوسنا. بديهي أن الحياة ذات وجوه وألوان مختلفة، الضاحك منها والعابس، الزاهي والقاتل، المشرق والآفل للغروب، لكن أحب هذه الوجوه عندي أنا شخصيا وجه المرأة العربية. وحافزي في ذلك بيت من الشعر لحافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أعيد البيت مرة أخرى: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أيها الأحبة، لو تصفحنا آيات القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم أنصف المرأة إنصافاً تعجز عنه الحضارة الغربية لو تم التعامل مع الآيات الكريمة. ودليل على ذلك مجموعة من الآيات. أريد أن أقول بأنني أحمل هدايا من صديقي معالي أهل الشرطة مدير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، وقد كرم المرأة وكتب عنها الكثير. بجائزة أفضل كتاب عربي 2019 من شبكة إعلام المرأة العربية عن كتابه العظيم الطلاق جهاد الأمن المجتمع. بالضبط. صادرني معتز قبل أن أفضي بهذا الكلام على هو يحب المصادرة أحيانا. على أي حال، الكتب موجودة وهي هدية مجانية لكل من يحب أن يقتني هذه الكتب، وهذه الكتب صادرة عن مؤسسة بعنوان رسالة السلام، ورسالة السلام كما نعهدها هي رسالة القرآن، لأن رسالة القرآن رحمة وعدل وحرية. شكرا على حسن إصغائكم.
الإعلامي والإذاعة والمفكر الأردني القدير. وبنشكر طبعا الدكتور أسامة إبراهيم رئيس مؤسسة مدير مؤسسة دار خلف السلام ودار النخبة. الآن هيتم توزيع الكتاب مجانا. استراحة لمدة 45 دقيقة. ندعوكم إلى عشاء في مطعم شارع الأربعة على ما أوقع 45 دقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسة ثانية عامرة. شكرا. من الجلسة الأولى الأستاذة الدكتورة مريم البتول الكندري حيوها من جمهورية السودان الحبيب، نائب رئيس المجلس الاستشاري للشبكة والأستاذ في الجامعة الأمريكية. أهلا وسهلا بحضرتك. معلش أنا فاتني الترحيب ببعض الشخصيات الحاضرة. أرحب بمعالي الأستاذ الدكتور وهبي محمدي. اتفضل يا فندم. رحب بحضرتك في كليه الزراعه جامعه القاهره. ارحب بالاعلاميه الاردنيه الشابه استاذه نور الشرايع وصديقتها عيس ووالدتها الاستاذه هايره. اهلا وسهلا بكم. ارحب بالمطرب الجميل الاستاذ محمد عرب. اهلا وسهلا. هو رغم فتره بعد الحديث. طيب بس احنا قبل ما نبدا الجلسه، الاعلاميه الشابه الاردنيه نور الشرايعه هي اول اردنيه تتلقى دوره تدريبيه في الصحافه والاعلام داخل شبكه اعلام المرأة العربيه. هي تلقت دورة تدريبية في الصحافة الإعلام من 2 وحتى 30 يناير على يد أساتذة متخصصين في مجالات التالية: الكتابة الصحفية، تخطيط المؤتمرات والندوات، إعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية، تقديم البرامج الإذاعية. تعالي اتفضلي يا نور، اتفضلي. تعالي على المنصة. اقف على المنصة. أنا كان عارف مش عارف أتكلم بس اتفضلي اقف على المنصة. نور الشرايع هي مؤثرة على كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهي شابة طموحة جدا. احنا يعني من محبين الشبكة منذ فترة طويلة. اجتازت جميع الاختبارات وحصلت على 91 درجة من 100 درجة في الامتياز. حيوها جميعا. هي نموذج زي مروان صبري، نموذج للإعلامية المصرية الشابة. نور محمد الشرايعة هي نموذج للإعلامية الأردنية الشابة. واسمحوا لي إن أنا أسلمها شهادة اجتيازها الدورة التدريبية. حابة تقولي كلمة؟ حابة بعد ما تشترك. خد الصورة، خد الصورة معاك. بص بقى جوه. أوكي. ودرسني وفهمني وأكثر يعني من ساعدني بس في التدريب يعني هو أخو وعزيز وأب والله يعني لدرجة أنه دائما يسأل عن مستقبلي ويسألني عايزة تعملي إيه؟ أنت لازم تبقي إعلامية مشهورة، أنت قدامك مستقبل كبير. فهو كمان بداريني يعني لقدام، يعني مش بيفكر بس في الوقت ده. وشكرا. خلال المنصة الشبكة في المملكة الأردنية الهاشمية وتم تسجيلها في جمعية المرسلين الأجانب. شكرا لك يا مبروك. نتكلم الآن مع الدكتورة الإعلامية الدكتورة جهاد رفاعي مقدمة الحفل وعضو المجلس الاستشاري للشبكة، وهي أيضا مديرة صالون الشبكة. تفضل يا دكتورة. أهلا بحضراتكم جميعا في الجلسة الثانية. كلمة جمهورية مصر العربية توجيها الدكتورة منال العطاري عضو المجلس الاستشاري للشبكة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الاستاذ رئيس شبكه الاستاذ الدكتور رئيس شبكه الاعلام المراه العربيه، الساده الافاضل اعضاء المنصه الكرام، الساده الافاضل المكرمين في عام 2019، الساده الحضور، اتقدم لكم جميعا باسمنا وباسم شبكه اعلام المراه العربيه بجزيل الشكر والتقدير والعرفان للجميع على وجودي وسط هذه الكوكبه العظيمه من القامات العربيه. واخص بالشكر السيد الاستاذ الدكتور معتز صلاح الدين رئيس الشبكه على ما قدمه من جهد لتاسيس هذه الشبكه وعملها منذ عام 2015 وحتى الان، وانه اتاح لي الفرصه لتواجد اليوم بين هذه القامات العريقه وبين حضراتكم. إن أهم مرتكز أساسي لبناء وتطور ثقافة المرأة وزيادة وعيها للنهوض بالمجتمع هو توفر الأمن والاستقرار النفسي للنهوض بواقع المرأة الثقافي والاجتماعي حتى يمكن بناء مجتمع متطور ومزدهر. إن التطور والبناء الحضاري لأي مجتمع مرتبط ارتباط وثيق بتطور ثقافي ووعي المرأة ومساهمتها الفعالة بهذا البناء ليكون مجتمع قائم على المواطنة وحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية. فالمرأة هي الأم المربية والإنسان القدرة التي تؤدي الرسالة المقدسة، فهي تستطيع أن تصبر وتتحمل وتتخطى جميع العقبات لتأدية مهمتها الكبرى وهي تنشئة الأجيال، فهي تساعد في إنشاء جيل يتميز بصلابة النفس وقوة الإرادة وتشجيعه على حب التعاون حتى يفيد أمته ووطنه. ولأن الانتماء للوطن يحقق الأمن والاستقرار للمجتمع من خلال الترابط الأسري والترابط الاجتماعي بين أفراد الوطن، فإن المرأة ليست نصف المجتمع بل هي أكثر من ذلك، فهي المثبتة لأركان المؤسسة الزوجية وهي رمادة الميزان للاستقرار العائلي والعاطفي والنفسي، فإن صرح إعدادها وتعليمها صرح إنتاجها. ولا يقتصر دور المرأة على مسؤولياتها تجاه التكوين الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء والعمل على دمجهم في المجتمع وتفاعلهم مع أنسجتهم، وإنما يمتد دورها ليشمل المجتمع بأكمله، فهي المعلمة والمربية والإعلامية والطبيبة والمهندسة وغير ذلك، وهكذا في مختلف الوظائف التي تشغلها المرأة، ولا سيما دورها الكبير في النمو في مجتمع حضاري مميز دي قيم إنسانية وأخلاقية تمتلك أدوات النهوض والتقدم. ألف شكر لكم جميعاً. شكرا للدكتورة منال العطاري عضو مجلس استشارة الشبكة، وهي كانت مديرة استوديوهات الأخبار في قطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون تلفزيون أو الهيئة الوطنية للإعلام حاليا بجمهورية مصر العربية، كما أنها كانت عضو مجلس إدارة شركة النايسات المصرية ولها تاريخ حافل كبير نشكرها وشرفنا بانضمامها لنا في الست شهور الأخيرة. شكرا جزيلا. كلمة الأردن الدكتور هشام الدباغ الإعلام الأردني. بكل صراحة أنا متشظي بين موضوعين كبيرين أولاهما أنني أردني فلا أستطيع أن أنسلخ عن أردنيتي، والأمر الآخر أنني عضو في مؤسسة رسالة السلام للأبحاث والتنوير وأحمل رسالة، هذه الرسالة تتعلق بتكريم المرأة وإعطاء المرأة الحقوق المشروعة لها والتي تغول فيها بعض الرجال على حقوق النساء. وأذكر بهذه المناسبة نجيب حنكش الذي كان يحب المرأة، وهذه نكتة على سبيل المثال. قيل لنجيب حنكش كيف تستطيع أن تكرم المرأة من خلال أول استهلال لخطابك، فبادر خطابه بالآتي محاولا أن يكرم المرأة، قال: سيداتي وسادتي، فدوت القاعة بالتصفيق، سيداتي وسادتي، فدوت القاعة بالتصفيق، لأن المرأة اعتبرها وسادة.
على إطلاق أريد أن أقول بأن الآيات القرآنية كرمت المرأة تكريما عظيما، وهذا التكريم لو تدبرنا القرآن لوجدنا العديد الكبير من الآيات التي تتعلق بحقوق المرأة، والتي تجاوزت 70 آية، 70 آية تتعلق بحقوق المرأة. لقد احتكر الرجل مع مزيد الأسف فقه المرأة وأبعد المرأة عن الفقه، فلذلك تغول عليها إلى حد كبير. وقد تجاوز الرجل الخطوط الحمراء المتعلقة بالتشريع الإلهي، وعلى مر العصور ظل فقه الأحوال الشخصية مقصورا على الرجال، ولم يسمح للنساء أن تبدي رأيها في الموضوع. لذلك وحيث أن المرأة لم يكن لها دور في المشاركة مع الرجل في التشريع واستنباط الأحكام من الآيات الكريمة لوضع قوانين للأحوال الشخصية، تتفق مع التشريعات الإلهية، تشريعات إلهية تكرم المرأة ولا تهبط المرأة حقها ولا تخمد المرأة حقها على الإطلاق. وهذه الشبكة تلعب دورا كبيرا في الترويج للمرأة وإعطائها حقوقها، ليس على الصعيد الإقليمي فقط، وإنما على صعيد الأمة العربية بكاملها، من المحيط إلى الخليج. صح ولا مش صح يا محمد؟ 18 دولة. هذه يعني جهود مباركة والحمد لله. طيب، ومن أجل تصحيح مسار الأسرة العربية والإسلامية ينبغي تشكيل لجنة من الخبراء، يمكن أن تسمى لجنة الحل والعقد، يجلسوا مع بعض ويشوفوا ما هي الوسائل التي تجعل المرأة عضوا فاعلا في المجتمع. كرم الله المرأة وفي قوله ووصينا الإنسان بوالديه، والديه يعني الأب والأم، ولم يستثن الأم على الإطلاق. هذه الآية تصف معاناة الأم، لأن الأم عندما تحمل تشعر بالإرهاق، يجب فعلا أن نقدر أن عملية الحمل عملية صعبة لا يستطيع حتى رجل أن يحتملها، كما وضع الله أحكاما يلتزم بها الزوج في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن. هذا نوع من التكريم أيضا للمرأة. كل هذه الأمور غائبة عن الفكر العربي حتى هذه اللحظة، لذلك فإن شبكة إعلام المرأة تحاول أن تشعل شمعة في هذا الطريق المظلم تجاه المرأة. مما يدل على مساواة الرجل والمرأة قوله تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة لا تشمل الرجل فقط، وإنما الحياة الطيبة تشمل المرأة أيضا. وقوله تعالى إن المسلمين، شوف تصور يقرن الرجل بالمرأة في هذه الآية العظيمة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، كل هذا يجعل الإنسان ينبهر بأن الرجل يساوي المرأة ولا يمكن أن يتفوق الرجل على المرأة. موضوع القوامة، قوامة الرجل للمرأة مفهومه غلط عند الكثيرين. طالما أن الرجل يصرف على المرأة فهو يقيم أودها، هذا معنى القوامة، يقيم أودها، وعندما ينتهي الصرف عليها تنتهي القوامة فتصبح المرأة سيدة في عالمها. هذا الذي يجب أن نفهمه أيضا حول موضوع تكريم المرأة. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن الآيات صريحة، أكثر من 70 آية تكرم المرأة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله وشكرا على حسن الاستماع. شكرا للمحاضر والعالم والمذيع المبدع دكتور هشام الدبلاغي، كلمة قيمة جدا
رفعت رؤوسنا جميعا بهذه الكلمه العظيمه. قبل ان اعطي الكلمه للدكتوره جيهان رفاعي، اسمحوا لي ان ارحب ببعض الحضور. ارحب بوالده الاستاذه نور الشريعي، الاستاذه هيا الربيعه من المملكه العربيه السعوديه. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك نورتينا. ارحب بالدكتوره حنان البرنس من جمهوريه السودان. اهلا وسهلا. أرحب بالإعلامي الدكتور وائل عوني، وكيل اللجنة الإعلامية في شبكة الإعلام العربية، مقدم برامج في قنوات النهار والمحور والعديد من القنوات، ونحيي مبادرته مبادرة مصر الرشيقة والحدث الإعلامي نسمع. الآن أعطي الكلمة للدكتورة جيهان رفاعي. كلمة العراق الإعلامية نهى ممدوح رئيس اللجنة الإعلامية في شبكة إعلام المرأة العربية. أستاذة نهى ممدوح هي مخرجة كبيرة في المخرجات في شبكة الإعلام العربية، وهي معنا من الشخصيات المؤسسة للشبكة، وقبل عيد انتخابها كانت صلت لمدة فترة عضو مجلس استشاري، ثم انتخبت رئيسة لجنة الإعلام وانتهت مدتها في 15 ديسمبر الماضي، وأعيد انتخابها لمدة عامين قادمين. تفضلي يا أستاذة نهى، تفضلي. عندي صوتك يا أستاذة نهى. السلام عليكم. ارحب بحضراتكم جميعا في مبادره واحتفاليه شبكه اعلام المراه العربيه تحت عنوان مشروعات وتجارب ناجحه وتكريم الافضل. وتقدم بخالص التقدير الى جميع الحاضرين الذين شرفونا بحضور اليوم. انا مخرجه لنا مولود قاعده هو طبعا استاذ من العراق، مخرجه احلام وثائقيه رئيسة لجنة حصل على جائزة دولية في من سنغافورة. تفضلي يا استاذ. ميرسي. انا حصلت فيلم جائزة مصر اللي دخلت على الفيلم الوثائقي كنز المعنى المتحدث عن اهوال العراق في مدينة جبايش. انني قيادية في الشبكة لأكثر من 4 سنوات، واشتغل بما حققته الشبكة من انجازات على مدى 5 سنوات. من مساندة كبيرة للمرأة العربية وإلقاء الضوء على نجاحاتها وإنجازاتها، والحمد لله فإن الشبكة تضم قيادات من أفنقاء الدول العربية وهي متواجدة بشكل مؤثر في كل تلك الدول باعتبارها سندا لكل امرأة عربية. إن الشعب العراقي بأسره والمرأة العراقية في السنوات الأخيرة واجهوا بكل جسارة إرهاب تنظيم داعش الإجرامي حتى تم الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي الجبان، وتضاف بطولات المرأة العراقية إلى بطولات المرأة العربية في الدول التي واجهت الإرهاب الأسود والمغامرات، وستظل المرأة العربية سندا للأمة العربية في كافة القضايا العربية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا أن أختتم حضراتكم، وهذا يومين أنا جيت من العراق وأتشرف بكم، وأشكر معالي المستشار سام مارتز ولواء أركان حرب وجميع الحضور. أشكركم جميعا وربي يوفقكم، ودائما أظل الشبكة في تقدم وازدهار إلى الأمام يا رب. مرسي. كلمة السودان يلقيها الدكتورة مريم البتول الكندري نائب رئيس المجلس الاستشاري للشبكة. دكتورة مريم البتول الكندري من الشخصيات المميزة في الشبكة، هي أستاذ في الجامعة الأمريكية، هي تعمل في الشبكة بعقلها وقلبها، يعني هي محبة للجميع ويحبها الجميع، وهي يعني بصراحة من الناس اللي طبعا كل الشبكة محبوبين، ولكن الدكتورة مريم يمكن بتهتم بالتفاصيل الإنسانية كمان مع أشياء كثيرة جدا. اتفضل يا دكتورة. أهلا وسهلا، أنا سعيد جدا اليوم. تفضل يا دكتورة مريم. السلام عليكم أيها الحضور الكريم، وأنا سعيدة جدا جدا اليوم بالوجود الجديدة، وهذا يدل على تفوق الشبكة
شبكة إعلام المرأة العربية وتفوق الدكتور الجليل المبدع الرائع دكتور معتز صلاح الدين. والله أنا ليست هنالك كلمة أجدها لأعبر عن شكري وامتناني لهذا الدكتور العظيم الذي يعالج قضايا المرأة ولم وحتى النساء نحن النساء لم نتبادر بهذه المبادرة الطيبة لإعلام لتكريم المرأة. تكلمنا كثير عن المرأة وتكريم المرأة وأنا من السودان بلدكم الشقيق أقول إنه النساء في السودان مع هذه الثورة الجديدة ثورة الحرية والتغيير ثورة عنوانها الحرية والتغيير. الحرية بمعنى إنه الحرية لجميع الناس لكي يعبرون بما يشعرون وبما يفعلون وبما يقولون. تحررنا من قيود كثيرة بعد 30 عاما من القهر والتشريد والتغطير وأشياء كثيرة وهلوم جرا والتغيير بمعنى إنه تغيير الذهنية العربية التغيير للأفضل. نحن لا نتكلم عن الذهنية الماضية أو الماضي لكي لا نقتل الحاضر والمستقبل. فكونا اتحاد نسائي اسمه اتحاد نساء السودان القومي ومن جميع الشرائح السودانية ليست شرائح من داخل السودان ولكن استفدنا من خبرات المرأة السودانية بالخارج سواء كانت في أوروبا ولا في دول الخليج ولا في مصر العربية. فكونا هذه المجموعة الجميلة لكي يعكس تفوق المرأة السودانية التي ساهمت وشاركت في هذه الثورة العظيمة أو الملحمة التاريخية. فكانت المرأة هي التي توفر كل سبل الأمن والطمأنينة للثوار بداخل الميدان وحتى الأطفال كانوا يذهبون إلى قاعة الاعتصام ويحذفون ويقومون تصحب بس وتحررنا. وأتمنى البلاد العربية كلها أن تعيش في سلام وحرية وأمن وأمان وأتمنى تقدم المرأة وفهم الزواج في الأول. يا جماعة أنا مش عارفة أنا أحيانا أتكلم إنه المنطقة أنا أتكلم عن المجتمع العربي بما أننا في مجتمعات كثيرة ولكن المفهوم مفهوم الزواج فمن شاء منكم الباء فليتزوج. الباء هي بتحمل معاني كثيرة يعني مش الفلوس وخلاص والحفلة والدفوف وأعلمنا العرس ولكن المسؤولية والالتزام دي أمر واحد. حاجة ثانية في الإخوة الرجال فاهمين حكاية إنه تعدد الأزواج أنا طبعا ضد تعدد الأزواجات يعني ما ولا أستطيع أن أتحمل هذه الكلمة يعني المهم رأيي أنا الخاص يعني فهم مثنى وثلاثي ورباع مش عارفه وان تعدلوا ولن تعدلوا الايه نصها صريح ودي من الاشياء اللي بتسبب او من مسببات عدم استقرار الاسره العربيه دائما يعني الرجل يريد ان يكون له امزجه كثيره وهذه المراه لا تتحمل هذه فنسبه الطلاق ترتفع. ثانيا سبب اساسي اللي هو الجيل الرابع اللي هو خطير. الجيل الرابع الذي يسرق وقت الإنسان ويسرق وقت يسرق حسيس الإنسان. ما هو الجيل الرابع؟ الجيل الرابع حرب الجيل الرابع قديما الحرب العالمية الثالثة لما بدأت بالأسلحة الفتاكة وجاءت الحرب العالمية الثانية وكذلك وجاءت العولمة. بعد العولمة تطورت إلى الجيل الرابع الموت البطيء يعني أنت تقتل أو تقتل نفسك ببطء بمعنى إنه هذه التقنيات واحدة من الأسباب. وأنا أصر في كل منبر كنا نتكلم عن الأسباب والرأي لدولة العماد يا جماعة حبوا لنا هذه العظيمة كلنا بنحافظ على الأسرة العربية وكيف نحن نستطيع أن نقوم المجتمع العربي كي نخلق الأسرة السعيدة.
لتوفر حاجة اسمها ملكي سعدالي، وهو very interested في الكلمة دي، اللي هو الذكاء الوجداني. الذكاء الوجداني مهم جدا جدا في التعاون في البيت مع الزوج مع الأطفال مع الجيران مع الأسرة. ورحنا المرأة حديثك دائما ثانية يا دكتورة مريم، فضيلك دائما نص. أنا بحاول أنا وصل مبادئ معينة معلش. فهذيك اللي نقوله ونحن لازم كنساء نحاول نمجد ونعزز ونقوي هذه الشبكة العظيمة لكي نحل جميع المشاكل، وليست في مصر فقط، في جميع الدول العربية. وعلينا كإعلاميين وأكاديميين أن نؤطر هذه الفكرة العظيمة لكي نخلق أجيال معافى، لهذه الأجيال تخلق مجتمع صحي، والمجتمع الصحي يخلق الأسرة السعيدة. شكرا جزيلا. دكتورة مريم البتول الكندري من أكثر الناس اللي لها شعبية في الشبكة الصراحة، كإنسانة وكفكر وكرؤية، وهي عملت طرحة مبادرة للأسرة السعيدة. أنا بصدق أنا هجلس معها إن شاء الله وهنطبق بنود هذه المبادرة. أشكرك جدا على هذه الكلمة القيمة والكلمة الآن مع الدكتورة جهاد. كلمة تبية وكيها الإعلامية جهاد النهاجي مستشارة اللجنة الإعلامية في الشرق. الإعلامية الإعلامية الأستاذة جهاد النفادي من الإعلاميات الوطنيات المشهور لهم في ليبيا، مديرة البرامج في قناة ليبيا الوطنية، هي من الداعمين للجيش الوطني الليبي، نحيي الجيش الوطني الليبي. الناس بتقاوم الجنوات، هي من الداعمات عالميا للشهادات في ليبيا، شهادات الإرهاب وشهادات المؤامرات، وهي أيضا لها شعبية في ليبيا كبيرة جدا ومن المقامات المتميزة في الشرق. تفضل يا أستاذ. هي مسائية عطرة أزفها إليكم جمعنا الكريم. يشرفني ويسعدني للمرة الثانية على التوالي أن أقف على هذا المنبر لأمثل بلدي حكيمين، ولا يسعني في هذا المحفل الرائع إلا أتقدم بشكري وامتناني وعرفاني لشبكة إعلام المرأة العربية رئيسا وأعضاء ومنتسبين من كافة الدول العربية، وأخص بالذكر هنا رئيس الشبكة ومؤسسها الدكتور المستشار معتز صلاح الدين، وذلك لما يقدمه من دعم ومناصرة في قضايا المرأة في مجتمع غلب عليه الطابع الذكوري للأسف في مجالات الحياة. كما أبارك لكل من حالفهم الحظ اليوم للتكريم وسبقتهم جهودهم ودورهم الفعال وبصمتهم الواضحة والجلية في خدمة المجتمع. فلنجاح أناس يقدرون معنا، وللإبداع أناس يحصدون. سندخل من باب الثناء والشكر والعرفان لكم لنعبر عن فرحتنا وفرحتكم بهذا الاستحقاق لكل من أعطى وكان عطاؤه جزيلا لخدمة بلده وقضيته. ونحن في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها مدينتي التي أعشق طرابلس، وسيطرة الإرهاب القطري والعثماني عليها والحرب والدمار اللاحق بها وانتشار الجريمة والموت وتعرض أهلها لكل الانتهاكات المروعة. أطفال يقتلون في مدارسهم وفي بيوتهم، بيوت تهدم بالصواريخ العمياء على سكانها، نساء مكلون على فلالات أكبادها، نشطاء يخطفون ويعذبون ويقتلون، طبيب يقتل لأنه سجل مقطع فيديو لجرحى مرتزقة، سجون سرية يحدث فيها أفظع مما حدث في أبو غريب. جميعكم يعرفون سجن أبو غريب. مواطنون يتم اعتقالهم وتعذيبهم لأنهم صوروا طائرة تركية وقعت في فناء منزلهم. كلية عسكرية يذنب طلابها، بعدها يقصفون بدون وجه حق وإخفاء لمعالم الجريمة وإلصاقها بالجيش الوطني. والكثير الكثير من الانتهاكات والمآسي التي لا تعد ولا تحصى ولا يسعني ذكرها الآن. اعذروني اعذروني فلن أتحدث عن المرأة في وطن بل مظلوم. اعذروني فقد أطلت عليكم لما يحدث
لحديثي لما يحدث في تلك البقعة البعيدة عن العين الساكنة في القلب والروح والوجدان، فقد فاضت بنا هموم الوطن وتقطعت أوصاله. فلا تلومني، فقصة عشقي مع وطني قصة عشق أبدية بيني وبين ترابه. يقول الشاعر الليبي، وأختم بهذا البيت من الأبيات من قصيدة الشاعر ليبا الدليسي رحمه الله في حديثها عن ليبيا: وقف عليها الحب شدت قيدنا أم أطلقت للكون فينا مشاعرا، وقف عليها الحب ساقط نخلها رطبا جنيا أم حشيفا ضابرا، وقف عليها الحب أمطر غيمها أم شح أو نسيت محبا ذاكرا، وقف عليك الحب يا وطني. شكرا هدية الأستاذة بهذه الحكاية على هذه الكلمة الوطنية المثمرة، وندعو الله أن ينصر الجيش الوطني الليبي وينتهي الإرهاب في بلدنا ونقضي على هذه المغامرات التي سوف نقضي عليها قريبا بإذن الله، ولينصرن الله من ينصره. ونحيي كل اسماء كل الليبيين والليبيات وشعب الليبي كله الجيش الوطني الليبي الذي يدافع عن الإرهاب، ومصر طبعا وغيرها من الدول العربية لم ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه المغامرات. وحيي كل شخص ليه، حيي الأستاذة سلمى بن لاهي ودكتور جاب الله أبو قاسم وكل اللي فيهم والليبيات المتواجدين في هذه المغامرات. ليبيا قد تعرضت، ليبيا أحفاد عمر المختار لا يمكن أن ينكسر هذا الشعب، فقد صار عمر المختار رمزا ليس ليبيا وليس عربيا لكنه صار رمزا عالميا، فلا يمكن في يوم من الأيام أن ينهزم أحفاد الزعيم العظيم عمر المختار. ايضا قد تمرض مثل الشعوب العظيمه صاحبه التاريخ مثل ليبيا، قد تمرض لكنها ابدا لن تمرض، ابدا لن تمرض. كلمه سوريا تلقيها الاستاذه صفاء ابراهيم غنمه عضو المجلس الاستشاري للشباب. صفاء ابراهيم غنمه هي خبيره علاقات عامه، هي معانا منذ 4 سنوات، كانت عضو في المكتب التنفيذي وهي الان عضو في المجلس الاستشاري. هي دايما هتشوفوها شابه كده وصغيره في السن، دايما قلبها طيب جدا، محبه لوطنها، محبه لقضايا المرأه، على تواصل دائم معايا، فعلا من الشخصيات اللي يعني محترمه جدا وبقدرها في الشرف. شكرا طبعا للكلمه الحلوه من الدكتور مرتضى حبيبي، وانا افتخر طبعا جدا بكلامه ومدحه الي. السلام عليكم جميعا. أرحب بأعضاء اللجنة المنصة وعلى رأسهم الدكتور معتز صلاح الدين والأستاذ اللواء أركان حرب وجميع أعضاء جميع الدول العربية والقامات الحاضرة والضيوف الكرام، وأهنئ جميع الذين تكرموا لأنهم يستحقون هذا التكريم على ما يقدمونه للمجتمع والأسرة وفي تطوير الأجيال وخدمة المجتمع وبلادهم. وإني في كل مؤتمر واحتفالية أتفاجأ بحضور هذه الشخصيات الممتعة التي نفتخر بها في بلادنا العربية، وعلى رأسهم بلد النيل وأم الدنيا مصر، لأنها هي الملاذ الآمن لجميع الدول العربية. وطبعا الشبكة تشعرنا جميعا بالتضامن، ولا أشعر بأي تفرقة أو حدود كما مرسوم في خريطة الوطن العربي، بل هنا في الشبكة نحن وطن واحد، والمرأة العربية هي فخر لنا في بلادنا العربية من أي بلد كانت. والشبكة لها دور كبير في إظهار النماذج والتجارب الناجحة وتشجيع المهارات في التقدم، وذلك من خلال دعمهم وإبرازهم وتكريمهم. وطبعا نشكر الدكتور معتز صلاح الدين على جهوده ودعمه لهذه الشبكة في مساندة المرأة العربية بشكل خاص والمجتمع والأسرة بشكل عام. طبعا في شغلات أنا ما كتبتها بحب أحيانا هيك أحكي، وطبعا يعني من هنا أهني الدكتور الأستاذة دولة عماد على كتابها اللي كان هو لا للطلاق، واللي ما شاء الله انتشر بشكل عام ودائما متابعة لها في على السوشيال ميديا ومبادراتها طبعا، ومن خلال دعم الشبكة
لها. وطبعا أهنئ كمان للكاتبة والشاعرة سلمى بن ناجم من ليبيا على إصدار كتابها في المعرض. وكمان دولة اللي هو كان عن امبارح. مبروك طبعا. نحن نفتخر بوجود هكذا نماذج معنا، وارحب بالضيوف وارحب بالاعضاء اللي انضموا لنا حديثا في شبكه اعلام المراه، ومنها الاستاذه ناديه خليل ابراهيم. طبعا ارحب بك في شبكه دوله جميع اللي اعذروني ان ذكرت اسماء او لم اذكر، ولكن ارحب بهم جميعا معنا في الشبكه. طبعا نحن الان بلادنا العربيه تمر بازمه، مثلا هي طبعا الارهاب والفساد والارهاب وهكذا، ولكن نتمنى ان الله عز وجل ان نكون يدا واحده، وان نحافظ على بلادنا واوطاننا، وأن لا نسمح لأي إرهاب أو زعزعة في استقرار أن تدخل في حدودنا أو بلادنا أو بيوتنا أو مناطقنا. طبعا نحن عندما نكون يدا واحدة لا يستطيع الإرهاب تفكيك هذا التضامن أو مثلا الأمن والاستقرار والأمان. وأتمنى أن الله عز وجل أن يرجع الأمن والأمان إلى بلادنا العربية، وأن يحفظ مصر شعبا وحكومة وجيشا لمواجهتها للإرهاب الذي يجتاح الآن معظم البلاد العربية. وأتمنى من الله التوفيق للجميع، وشكرا لكم. هي كلمة يا أستاذ صفاء يعني حبها أبيض، فالكلمة من القلب. بدأت الآن أتلقى، إحنا بعد قليل هيبقى في فرصة للمداخلات والحديث لجميع الحاضرين، وبتلقى طلبات المشاركين. اسمحوا لي بس إن بس هنسلم بعض الشخصيات ميدالية الشبكة الذهبية. الإعلامي الأردني الكبير الدكتور هشام الدباب، تفضل يا فندم. ألف مبروك سيادة اللواء، أسلمك شهادة بفوزك بالميدالية الذهبية تقديرا لجهودك في خدمة الأسرة والمجتمع ولدورك التوعوي والتثقيف الكبير. أي المملكة الأردنية الهاشمية، شعب المملكة، قيادة المملكة، بشخص الدكتور هشام الدباب، وفي وجود أيضا الإعلامية الصغيرة نور الشريعة وشكل خلقها هو الجد. هو ممثل الأردن، الإنسان الأردني المفكر المحب للوطن المنتمي للقومية العربية. شكرا لك، فخورين جدا بالاهتمام. معانا الأستاذة هيام محي الدين، هي ظهرت العديد من الشاشات وهي الآن في الرياضة، عاملة صفحة اسمها هيام الحكام على الفيسبوك، ولها تواصل كبير جدا إعلاميا مع التحكيم ومع الرياضة المصرية، وعاملة حالة من الزخم. دعوناها للحضور وقررنا أن نكرمها بالميدالية الذهبية، فتفضل يا أستاذة. حاضر خصيصا لميت غمر.
يبان القاهرة وميت غمر بس النهارده كانت فيها معنا اعلام الشبكة ايضا هو مصطفى محمود محي هو مراسل الشبكة وابدا العديد من المنشطة في الفترة الأخيرة وبعدين بقى ينافسني في الشعبية كل الناس بتحبني انا شكل كده جاي منك حبيبي سيادة اللواء هيسلموا الميدالية الذهبية سيادة اللواء أركان حرب محسن حلمي كلنا بقى عاوزين بقى مين يسلموا عشان كلنا بنحبه شاب مجتهد وفي كتير حاجة للدكتور هنسلمك الدكتورة شهاب الفاعي والأستاذة نهلة ملوك هيسلموك شهاب بعدين على الفيسبوك هنعمل تعليق يطلع لي 200 كومنت هو يعمل تعليق يوصل 6000 كومنت ايه ده؟ مش ممكن ازاي الكلام ينزل فيديو مثلا على اليوتيوب عندنا على الصفحة اشوفه مثلا 1000 بص اللي عنده حوالي 9000 مش عارف ازاي محبوس انا كده بدأت اقلق منه انا ديمقراطي بس الديمقراطية